صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل الإخبار بالنية بدعة؟ كأن يقول وهو في وسط جماعة: أنا ذاهب لأصلي أو لأتوضأ. إذا كانوا ما يدرون وأنت بتروح تقول لهم أنا بروح أصلي ما يخاف، أما إذا كانوا يدرون وأنت بتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك فلا يجوز. نعم.